بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الإخوان المسلمون هم عبارة عن دولة داخل دولة، يعني هم دولة داخل دولة. المرشد العام هو الرئيس أو أمير المؤمنين بتاعهم أو أمير الشياطين، يعني المرشد العام هو ده رئيس الإخوان المسلمين في العالم كله. ومقر هذه الجماعة، يعني مقر الرئاسة الأساسي زي مقر الخلافة يعني كده، مصر. فالمرشد العام ده هو الرئيس كله لكل دولة من هذه الدول في العالم كله، مش في الدول العربية بس، لا في العالم، حتى في أمريكا وفي أوروبا وفي كله. في حاجة اسمها المراقب العام. المراقب العام، المراقب العام ده هو الرئيس الفعلي للقطر الذي يعيش فيه. بمعنى ان مثلا المراقب العام في تونس مين؟ راشد الغنوش. المراقب العام في ليبيا مين؟ صادق الغرياني. المراقب العام مثلا في اليمن مين؟ عبد المجيد الزنداني. في مراقب عام في لبنان، في مراقب عام في سوريا، في مراقب عام في العراق، في السعوديه، في الامارات، في البحرين، في الكويت. كل دوله ليها حاجه اسمها مراقب عام، يعني هو الرئيس الوالي، فاهمين؟ يعني زي هو مثلا الخليفه، هو الرئيس الراس الكبيره، وبعد كده يبدا ايه، يبقى هم كل واحد رئيس في البلد دي. مين المراقب العام في مصر؟ كان خيرت الشاطر. يعني محمد مرسي ده كان ديكور، ما هوش اصلا يعني، بس هم لما موافقوش على خيرت الشاطر وطلع حازم صلاح ابو اسماعيل قصه الجنسيه وما الجنسيه، فجابوا الاستيب اللي هو الاحتياطي يعني محمد مرسي. فده نظام الاخوان المسلمين. انا ان شاء الله في حلقات القادمه باذن الله احاول اكشف لكم عن موضوع خطير جدا جدا، والكلام ده في 2013 او 2012. 2012 كان الامير ممدوح بن عبد العزيز ارسل رساله لقناه فضائيه مصريه، والقناه الفضائيه دي طبعا هو الرساله دي وصلته من واحد بس ما يقدرش يقول اسمه، فوصلها للامير ممدوح بن عبد العزيز رحمه الله. فالامير ممدوح وصلها للقناه، والقناه عرضتها. انا ان شاء الله هجيبها لكم بس عشان حقوق الطبع وكده، حقوق النشر يعني. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قيد الرئيس السيسي والمؤسسة العسكرية المصرية بقيادة الشعب المصري، بعد ما فهم، وطبعا ما فهمش الكلام اللي انا اقول لكم عليه ده كله يعني، لكن هو عارف خيانة الاخوان المسلمين وتدميرهم للأمة العربية، وان الناس دول اصلا يتكلمون باسم الدين، يعني شغل زندقة، يلبسون الحق، يلبسون الباطل ثوب الحق ويعمون على الناس. فلما ربنا خلصنا منهم فبدأوا يغيروا من خططهم، بدأوا يغيروا من خططهم، فقسموا العالم الإسلامي إلى سبع مناطق مختلفة، إلى سبع مناطق. وأنا تعالوا معايا أرى لكم السبع مناطق دول وإيه اللي حصل بعد هزيمتهم في مصر، وطبعا هزيمتهم في الوطن العربي كله، لأن هم لو استقروا في مصر كانوا استقروا في الوطن العربي كله، بدأوا كانوا يتمددوا. وكان ربنا يعني الحمد لله ربنا يعني نجانا من هذا الفخ البريطاني الأمريكي الأوروبي في تدمير الأمة الإسلامية. نسأل سؤال نقول: لماذا قسم الإخوان العالم إلى سبع مناطق؟ 76 فرعا هي فروع جماعة الإخوان في العالم حاليا، وهناك محاولات حثيثة من الجماعة لتشكيل وافتتاح فروع لها في كافة الدول، تمهيدا لأستاذية العالم التي نادى بها قادة الجماعة منذ عهد حسن البنا وحتى الآن. قبل الربيع العربي كانت جماعة الإخوان تسعى لزيادة قوتها سياسيا وتنظيميا وماليا، استعداد لتنفيذ خطة القفز على الحكم في بعض الدول، وهي الخطة التي كانت تعمل عليها منذ نشأتها في العام 1928 على يد حسن البنا في مدينة الإسماعيلية بمصر، بسبب الضربات الأمنية المتتالية والأزمات التي مرت بها الجماعة في مصر وغيرها من الدول. كانت الجماعة تعيد تشكيل صفوفها بمسميات جديدة، ودفعتها الظروف أحيانا للانضواء في تحالفات سياسية مع قوى وكيانات سياسية تختلف معها جذريا من أجل الوصول للسلطة والبرلمان، ولتفادي الضربات الأمنية المتلاحقة مثلما حدث في مصر في الثمانينات مع حزبي الوفد والعمل. لكن بعد ثورات الربيع العربي وما تلاها من تداعيات أدت لتوجيه ضربات قاسمة للجماعة،
كادت تدفع بها لنقطة الصفر من جديد. عاد الإخوان ليعيدوا تشكيلاتهم وبمسميات جديدة. ويكشف ماهر فرغلي الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي للعربية نت أن هناك محاولات منظمة وممنهجة من الجماعة للعمل من جديد تحت أسماء مختلفة وواجهات عديدة، مع تغيير هيكلها القديم ليتماشى مع تلك التغييرات، مضيفا أن التنظيم الدولي للإخوان وفي سبيل ذلك اعتمد على عدة محاور، هي التنظيم الميداني والجمعيات والمساجد والهيئات التعليمية والدينية والمؤسسات الخيرية والإنسانية والتنظيم النسائي والشباب. ويقول فرغلي إن التنظيم الدولي عقد اجتماعا في تركيا في يناير من العام 2013 أقر فيه تسمية أعضاء الهيكل الجديد مع توسيع مجلس شورى التنظيم والتوسع لتمثيل المناطق ذات الثقل والتعرف على أفكار ورؤى الدول والمؤسسات والشخصيات المهمة، مع تقديم بعض الشخصيات الإخوانية كرموز على الساحة العالمية، والعمل على إنشاء جماعات لوبي ضغط بالتعاون مع بعض مؤسسات الغرب، مشيرا إلى أنه صدر عقب هذا الاجتماع قرار في أول مايو 2013 بتوسيع المكتب العالمي وتفعيل تقسيم المناطق والتنسيق مع الجماعات الإسلامية المختلفة. بعد ذلك كما يكشف فرغلي قرر التنظيم الدولي للإخوان أن يبدأ خطته الجديدة وأن يستكمل ما يسمى بالهيئة الإسلامية الجامعة التي تمثل الجماعة وفروعها، وتقرر تقسيم المناطق إلى 7 مناطق. الأولى تضم شمال إفريقيا وتتكون من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، والثانية تضم دول أوروبا، والثالثة تضم دول أمريكا الشمالية واللاتينية وكندا، والرابعة شرق آسيا والباسفيك، والخامسة وسط آسيا، والسادسة اليمن والخليج وإيران وأفغانستان، والسابعة والأخيرة دول الشام، فيما تقرر تعيين مشرف خارجي على كل منطقة مع استحداث وسائل جديدة للتواصل بين كل تلك المناطق. خطة مواجهة الفرع المصري للنظام عقب سقوط حكم الإخوان في مصر وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، اجتمع عدد من أعضاء التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول بتركيا في يوليو من العام 2013، وكان مقرر الجلسة هو التونسي راشد الغنوشي نائب الأمين العام للتنظيم الدولي. وخلال ذلك الاجتماع أقر التنظيم الدولي خطة مواجهة الفرع المصري للنظام المصري الجديد اللي هو بتاع عبد الفتاح السيسي يعني، وإقرار السياسة الجديدة للجماعة وهي تحول الإخوان إلى نظام بلا تنظيم، خاصة بأوروبا وأمريكا ودول الخليج العربي. وكشف فرغلي عن بعض الأسماء التي شاركت في هذا الاجتماع، وهم محمود حسين الإبياري، علي محمد أحمد جاويش، وإبراهيم المصري المراقب العام لتنظيم الإخوان في لبنان، وعلي باشا عمر حاج المراقب العام لتنظيم الإخوان في القرن الإفريقي، ومحمد رياض شقفة المراقب العام لتنظيم الإخوان في سوريا، ومحمد فرج أحمد القيادي في تنظيم الإخوان في كردستان، وزياد شفيق محيسن الراوي المراقب في تنظيم الإخوان العراقي وهو طبيب معروف عاش لسنوات في لندن، وشيخان عبد الرحمن محمد الدبعي القيادي في تنظيم الإخوان اليمني، ومحمد الهلال النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح المغربية. وتضمنت الخطة الجديدة وفق ما يقول الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي جعل الجماعة كتيار واتجاه عام بلا تنظيم تفاديا لأي ضربات أو ملاحقات أمنية أو قانونية. ولذلك شهدت الساحة الأوروبية انفصال اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عن التنظيم الدولي للإخوان بعد مراجعات قام بها التونسي عبدالله بن منصور، وتسببت هذه المراجعات في خلافات حادة بين الجناح القطبي في اتحاد المنظمات الإسلامية بزعامة المغربي شكيب بن مخلوف والعراقي أحمد الراوي والفلسطيني أنس التكريتي، أدت إلى تعيين التونسي سمير الفلاح أمينا جديدا مراقب الجماعة في أوروبا. التنظيم الميداني للإخوان يقوده الآن سمير فلاح أو فلاح على حسب الضبط يعني،
مراقب الجماعة في أوروبا ويقيم في ألمانيا. أما الشأن الديني والاجتماعي للجماعة في أوروبا فيقوده أحمد الراوي وأنس التكريتي من بريطانيا، وأحمد جاب الله وأبو بكر عمر وعمر الأصفر وفؤاد العلوي من فرنسا، ومصطفى الخراقي ومحمد الخلفي وشكيب بن مخلوف بالسويد، وعماد البراني ومحمد كرموس بسويسرا. ويقول فرغلي إن التنظيم النسائي والشبابي للجماعة في أوروبا يسيطر عليه أبناء وزوجات القادة بالجماعة، ومنهم على سبيل المثال للحصر نورة جاب الله القيادية في المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة زوجة أحمد جاب الله تونسي. أما محور العلاقات العامة والإعلام فهو مكون من شخصيات غير معروفة تنظيميا، منها على سبيل المثال أيضا فاروق مسهل عضو ما يعرف باسم المجلس الثوري المصري، وسهى الشيخ ونهال أبو ستيت، ومحمد حمدان شقيق أسامة حمدان مسؤول العلاقات الدولية في حماس وأحد مؤسسي المجلس النرويجي عام 1993. الكلام ده طبعا الإخوان المسلمين مشكلتهم الكبيرة إن هو منظمين فعلا وأهدافهم كبيرة، يعني أستاذية العالم ده من أفكار حسن البنا من أساسه، فهم يعني قايمين على تنظيمات. فأنا قلت إن احنا نحاربهم فكريا لأن هم مش هيقدروا يستقطبوا الناس، لأن هم يقومون على البشر، هي جماعة تقوم على استقطاب البشر ودعم البشر، والبشر بفكرهم واعتقادهم يقدروا ينفذوا هذا المخطط. لكن لما لقوا هذه الضربة القاسمة من مصر سنة 2013، وبصراحة أنا بقولها والله مصر أنقذت العالم العربي من موضوع الإخوان المسلمين، إن هم لو سيطروا على مصر أنا بقول هيسيطروا على المنطقة العربية كلها، هم خطر شديد جدا جدا. هم حتى الآن مسيطرين لكن ما يقدروش يتنفسوا، ما يقدروش يقولوا، خايفين من الملاحقات الأمنية. لكن احنا عايزين نلاحقهم فكريا زي ما أنا قلت قبل كده، نحاول إن احنا نحاربهم فكريا طبعا أمنيا، لكن فكريا أقوى بكثير، ونسخر قنوات فضائية وأساتذة كبار متخصصين في العقيدة ودراسة كتب حسن البنا وسيد قطب وإحالتها للناس، وإحنا نقول لهم من كتبهم يعني زي ما أنا بعمل، بس يعني أنا جهدي بسيط يعني لأن أنا إمكانياتي ما فيش خالص يعني تكاد معدومة يعني بالنسبة لقناة فضائية وكده، فأنا يعني ياريت يعني، لكن بنقول لكم هو ده تنظيم الإخوان المسلمين. وإن شاء الله أنا هجيب لكم بيعة الإخوان المسلمين بتكون إزاي، هل هي بيعة شرعية ولا مش بيعة شرعية، عشان تعرفوا الجماعة دول يعني جماعة ضالة مضلة وفعلا خطر 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 شديد، أخطر حاجة على الأمة الإسلامية والعربية هم الإخوان المسلمين، أقسم لكم بالله أخطر من إسرائيل. حتى الإمام الألباني قال كده، الإخوان المسلمين أخطر، هم والتبليغ والدعوة أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، هذا كلام أئمتنا الكبار. فيا إخواني هذا ما يعني استطعنا أن نأتي به في هذه الحلقة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنواصل فتح هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى، وفتحهم فكريا صدقونه أفضل شيء، وكشفهم للناس، وربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويقوينا بإذن الله ويسدد خطانا، واللهم اجري الحق على لساننا يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.